أهلا بكم مجددا بموضوعات جافا سكريبت عامة. وموضوعنا اليوم هو أننا نريد أن نحول string لدينا لرقم بطريقة سهلة جدا. فبداية لو لدي أنا مثلا string مثلا value مثلا تساوي 50، و type of value سيكون هو عبارة عن string. أنا أريد هذه 50 أن تكون رقم، فبالعادة نقوم نحن بكتابة number هكذا ونكتب value، والنتيجة ستكون 50. طبعا لو وضعت هذا مثلا ب let val number مثلا يساوي، والآن type of val number سيكون الجواب هو number. لكن الطريقة السهلة لهذا الموضوع هي التالي، هو مرة أخرى let مثلا number يساوي، نقوم بوضع إشارة plus بجانب ال string الذي نريد تحويله ل number. فإذا الآن type of number سيكون number، وأيضا هو سيكون هو عبارة عن 50 كرقم. فإذا مثال آخر سريع جدا، فإذا كان لدي مثلا value 2 تساوي مثلا 100,000 مثلا، ف val 2 تساوي 100,000. type of val 2 هو string أريد تحويلها لرقم، فإذا سأكتب val 2 number يساوي، أكتب plus val 2، فإذا الآن قيمة val 2 number 10,000، أنا قلت 100,000 هي 10,000، و type of val 2 number فإذا سيكون هو عبارة عن number. فإذا هذه طريقة سريعة لتحويل string لنمبر.